بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جن لينكس، معكم عبد المجيب. صباحكم الله بالخير، كانكم قايمين الصبح، يعني انا قايم الصبح. طيب اليوم ايش راح نسوي؟ بتكلم عن سيرفر سامبا. اول شيء، ما هو السيرفر سامبا؟ السيرفر سامبا هو عباره عن رقصه. لا في رقصه اسمها سامبا. لا، السامبا هو سيرفر مشاركه ملفات، تمام؟ اوكي، اذا كنت بالبيت ممكن تكتفي بسيرفر FTP. ليش؟ لانه اسرع واسهل اعدادات، تمام، بحيث انك تنقل ملفات والى اخره. طبعا تكلمت عن سيرفر FTP، تحصلون تحت عندي بالقناه. لكن السيرفر سامبا فيه اعدادات متقدمه قدام شوي، تمام، اصعب نوعا ما، تمام، من FTP، لكن اعداداته جميله جدا وتفيدك كثير. من يستخدم السيرفر سامبا؟ تستخدم مؤسسه، شركه، دائره حكوميه، مدرسة، بيت، أي شيء. طبعاً في أمثلة كثيرة على استخدام الشركات. طيب سامبا شو في ميزات خلينا نستخدمه، وإيش فيه بلاوي تخليه ما استخدمه؟ أولاً، إذا كنت شبكة صغيرة بالبيت سامبا ما يلزم، تمام، ممكن تستخدم، أو بلا صح إذا كان كمبيوترين، والفائدة كلها اللي بينك وبين الكمبيوتر الثاني نقل ملفات. في طريقتين سريعات جداً، الأولى نقل ملفات عن طريق SSH، أو الثانية عن طريق FTP. اوكي، لكن السامبا يعطيك حاجات اكثر. طيب ايش يعطيك السامبا؟ يعطيك تصاريح للدخول، اوكي، يعطيك مستخدمين معينين، يعني تعين مستخدم يدخل على المجلد هذا ويشتغل عليه. ايضا يعطيك سجلات دخول، يعني المستخدم هذا دخل اليوم الساعه كذا، سوى كذا، فتح كذا، الى اخره، تمام، مسجل كل شيء. اوكي، ايضا في ادوات ممتازه جدا للسامبا، لكن الافضل اداه واسرع اداه للتعامل مع السامبا هي سطر الأوامر، تمام، نظرا لأنه مو دائما توفر لك الواجهة الرسمية على السيرفر، غالبا تدخل السيرفر عن بعد، ويعني قصة طويلة. لكن اليوم راح ناخذ منه ومنه، ناخذ مثال جرافيكال اللي هي واجهة رسمية، ناخذ مثال كماند لاين اللي هو سطر الأوامر. أوكي، طيب وش راح نتعلم اليوم؟ اليوم راح أسوي سيرفر صغير، تمام، مشاركة الملفات مع تصاريح بسيطة للدخول، ودخول بدون تصاريح عشان ناخذ الفكرة. البرنامج راح نستخدمه اليوم موجه تقريبا لمستخدم المنزل. البرامج المتقدمه راح اتكلم عنها ان شاء الله بالدروس الجايه، خليكم معي. اوكي، اول شيء راح اثبت اللي هو سيرفر السامبا. طبعا الدرس هذا لجميع التوزيعات، لكن فيه تخصيص بسيط راح اتكلم به عن الدبيان. اوكي، طبعا السامبا اسمه كذا سامبا، واغلب التوزيعات تجي مع البرنامج سامبا افتراضيا، لكن نفترض انه سامبا غير موجود، تمام، فعليك تسوي انك تحمله اذا كنت تستخدم التوزيعات الدبيانيه. اب جيت انستول، ولا تنسى السودو بالبدايه علشان اذا كان ما عندك تصريح، سودو اب جيت انستول سامبا. اوكي، طيب بالنسبه للفدورا يو ام انستول سامبا، بالنسبه اللي هو الزبر الخاص بالزوزه بالشكل هذا ارت لينكس باكمان اس زامبا. حلو، ما اعتقد ما بقى شيء. طيب الأداة الثانية، طبعا ما تخلص تثبيت اللي هو البرنامج، طبعا حاليا السامبا يشتغل عندي ولا في اي مشاكل. اول حاجة لازم تتأكد بعد تثبيت البرنامج انه يشتغل. كيف تتأكد؟ تكتب سودو سيرفيس، طبعا كل توزيع له طريقة لإدارة الخدمات، وانا شرحت كل توزيع في دورة، وشرحت للارت لينكس والى اخره. ادخل حسب توزيعتك وشوف شلون تطفي وتشغل الخدمة، لكن احنا نتكلم الان عن ابونتو ولينكس مينت وديبيان وشغلات هذه عن طريق الامر سيرفيس. سيرفرز سامبا ريستارت، اوكي، انتر، راح يطلب الباسورد ستوبينج سامبا ديمونز. اوكي اوكي، اشتغل. طيب الحاجه الثانيه لازم تسويها هي تسوي لك ملف تخصيص سريع. طبعا ملف التخصيص الخاص بالسامبا موجود هنا، لو دخلت على سودو نانو اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كوم، هذا هو، مو بهذا الملف الافتراضي، الملف الافتراضي هذا هو باك اب، انا سويت له باك اب، تمام، هذا هو الملف الافتراضي، موجود فيه شغلات تا 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 الى اخره. عموما انا ما احب البلاوي هذه، لذلك انا قمت سويت باك اب وسويت لي ملف خاص بي. اوكي، الملف طبعا ممكن تنسخه وتلصقه على راحتك، ممكن تسوي لي تابع اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كوم، هذا الملف اللي سويته، وفي اعدادات معينه تحطها هنا وخلاص. اوكي، طيب السامبا طبعا الاعدادات هذه موجوده عندكم تحت ملف جاهز للتحميل، حملوه بس وانطلقوا، تمام، اذا كنت تبون نفس الاعدادات. الاعدادات هذه تقريبا هي المطلوب انها تشتغل بشكل مباشر مع الاجهزه. طيب الان اشتغل السامبا سيرفر، ايش بقى؟ طيب بما انه اشتغل الان، باقي عليك انك تضبط موضوع اللي هو المشاركه. اوكي، طبعا في طرق المشاركه كثيره. اوكي، الطريقه الاولى انك تسوي مشاركه للجميع، يعني مجلد ما للجميع، كل اللي يدخل يسوي مشاركه، تمام، طبعا تصريح تكون 777 علشان ريد رايت اكسكيوت للجميع، تمام، اذا حاب تشيل اكسكيوت كيفك، لكن ما عليك من الموضوع هذا الاكسكيوت والى اخره.
الان عليك تسوي هو انك تحمل اداه اسمه سيستم كونفج سامبا. اوكي الاداه هذه موجوده بكل التوزيعات تقريبا. الديبيان وين موجوده بها توزيعها يعني الاداه هذه تحديدا؟ يمكن علشان ريد هات مسوينه عموما، ما ادري ليش مو موجود، بس هذا احتمال وحيد. لذلك انا سويت لكم سكريبت اللي يستخدمون ديبيان ويزي. السكريبت هذا الفائده منه هو انه حمل الاداه هذه. طبعا الرابط موجود تحت، اللي عليك انك تشوف الشرح هنا، تمام؟ شرح تثبيت اللي هو البرنامج موجود هنا، من هنا تحميل البرنامج، تفك الضغط وتحمل البرنامج. طبعا راح اشرح لكم طريقه تثبيته. اول شيء البرنامج وين موجود؟ انا فكيت الضغط عنه في سطح المكتب اللي هو الشل. راح نسوي تشينج مود زائدا اكس على اللي هو سيستم، هذا سيستم كونفج سامبا ويزي، انتر، ثم نكتب نقطه هاش او سلاش ولا صح، ثم نكتب سيستم كونفج الى اخره، انتر، تمام. راح تجيك رساله بسيطه يقول لك انه هذا مخصص لويزي، لكن اذا حاب تنزله على توزيع ثاني نزله تحت مسؤوليتك، لاني انا ما اختبرته الا على ويزي، تمام. طيب حط له يس اذا تبي تنزله، تمام. ثم ابضب حطيت خيار خطا شكلي، تمام، حط له يس واتركه طنشه، راح يبدا يحمل و و الى اخره. طبعا راح يجيب لك بعض الحزم والى اخره. موضوع الامان والتحقق وما ادري ايش، ما عليك اللي تفتح الشال سكريبت وتشوف ايش قاعد يسوي، تمام، لانه مفتوح وتحت ترخيص كرياتيف كومنز سويته. طيب ما عندكم مشكله. الان بعد ما انك تثبت الاداه هذه، افتراضيا راح تلقاها مع ادوات اللي هي السيستم ادمنستريشن، تمام، اللي هي السامبا، هذه الاداه اسمها سامبا. لكن ممكن تفتح عن طريق الطرفيه ايضا، تكتب سيستم كونفج سامبا، لحظه خلونا نكبر لكم الخط شوي، سيستم كونفج سامبا، تمام. لو رفض معناته انه عندك مشكله بالتصريح، حط له جي كي اس يو انتر، تمام، راح اطلب منك الباسورد او يفتح مباشره. طيب الان انا فتحت الاداه هذه، اوكي اشرح لكم الاداه هذه على السريع ايش موجود. الاداه هذه الفائده منها نسوي مشاركه. طيب انا الحين عندي مجلد بيمكا، ممكن افتح لي مجلد بالهوم حقي عن طريق تروح لهوم، تمام، وتفتح مجلد. ممكن تفتح مجلد تسميه فاميلي، اوكي، للعائله، او ممكن تفتح عن طريق الطرفيه افضل، تمام، نمسحه ار ام داير فاميلي، تمام، مسحنا ام كي داير فاميلي عشان تسوي لك مجلد للعائله اسمه فاميلي. ننتر، سوينا مجلد. الان المجلد هذا لازم تضبط تصريحه. العائله عندك ايش حاب يسوون بالملف هذا؟ هل تسمح لهم بتصريح كامله يدخل يسوي اللي يبي، او فقط يقرا، او فقط يعني ما يشوفوا ابد؟ طيب راح نسوي تصريح بسيطه جدا اللي هي تشينج مود، اوكي، ثم التصريح الافتراضيه هي 775، تمام، 775 او 777 علشان تعطي تصريح كامله. تكتب فاميلي انتر. طبعا بالشكل هذا انت الان المجلد فاميلي في تصريح 777، بما يعني انه العائله كلهم يقدرون يدخلون على المجلد هذا ويحطون ملفات يمسحون ويشاهدون وكل شيء. طيب راح نجي هنا للاداه هذه، نسوي على علامه الزائد اضغط عليه هنا، ثم نختار الملف اللي نبي. طبعا راح ندخل عليه عن طريق اللي هو هنا عبد المجيب. طبعا وين راح؟ فاميلي فاميلي فاميلي، هذا فاميلي، اوكي، اخترنا فاميلي. راح تختار هنا التصريح. لاحظ ان التصريح هذه فقط للسامبا، لكن لو اساسا المجلد هذا ما عليه تصريح 777 ما راح يقدر احد يكتب على الملف، بشرط يكون ضمن مجموعه الى اخره، ما راح نتعمق اليوم. اوكي، تحط رايتبل انفيزبل اكسس. الاكسس هنا لو حطيت اونلي معناته راح يستخدم مستخدم واحد المجلد هذا، اوكي، تحدده من هنا، او انك تحط الاو اكسس تو افري بودي، افري وان، عفوا، اوكي، تحط اوكي الان، تنتظر لحد ما يضيفه. طيب اضافه. عند اضافه اي شيء يفترض انك تشيك على الملف هذا، كات اي تي سي سامبا. طبعا ليش؟ عشان تتعلم بس. لاحظ انه اضافه، هذا هو اسمه فاميلي وهذه التصريح. ليش؟ علشان مستقبلا تحب انك تعدل شيء بسرعه تعدله على طول. لاحظ انه حاط لك بين قوسين فاميلي، ثم كتب لك باث اللي هو مسار، ثم حاط لك رايتبل يس اللي يقابل الكتابه، براوزبل حاط لك يس، لاحظ حاط قبل فاصل التعطيل، هم حاط لك جيست اوكي يس، بمعنى انه الضيف ممكن يدخل. طيب الان لو دخلنا على اي توزيع ثاني، طبعا هي توزيعة لايت لينكس، بالمناسبه السيرفر سامبا يشتغل على ماك ويشتغل على ويندوز، هذا يعني انك تقدر تشارك بالشبكه مع اي ناس. طيب ندخل على نتوركس من هنا، ويندوز نتوركس، تمام، اوكي، يفتح يفتح، ليش ما فتح ذا يا مدير؟ شكلنا نبي نقطع الشبكه ونتصمر ثاني ولا ايش نسوي ولا؟ اوكي طلعت ورك جروب، هذا الورك جروب، هذا الاسم الافتراضي عندك، اوكي، للشبكه. دبل كليك عليه، تحديث 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 تحديث، يفترض انه يطلع ديبيان هنا.
اوكي طلعت الاجهزه. طبعا هذه الاجهزه المتصله بالشبكه واللي متاح لك المشاركه معها. طبعا لاحظ هذا جهاز ويندوز بالمناسبه، هذا حق اخوي تمام، وهذا لينكس لايت هذه اللي نتكلم معه، وهذا جهاز فيه لينكس مينت تمام، وفي عندك هنا الديبيان، هذا هو الجهاز اللي انا سويت عليه مشاركه. دبل كليك اوكي، لازم تنتظر شوي اذا كانت شبكتك بطيئه على فيرتشوال بوكس. اوكي طلعت المجلدات اللي مسوي المشاركه، عندي فاميلي هذا، الان اقدر ادخل على فاميلي هذا واسوي اللي ابي. يعني من ضمن الاشياء ممكن اسوي كريت فولدر اوكي، اسوي مجلد جديد اسميه اصفار اوكي، اقدر امسح. ليش؟ لاني اساسا عندي تصريح اوكي، عندي تصريح اسوي اللي ابي. لكن افترض انك ما عندك تصريح ما راح تقدر تسوي شيء، والدرس راح يضبط التصريح ان شاء الله. طيب الان افترض انك حاب تحط مستخدم واحد يصل للمكان هذا، ايش راح تسوي؟ ببساطه شديده اكتب يوزر، طبعا تدخل عن طريق سودو يوزر اد اللي هو اضافه مستخدم، اضف مستخدم باي اسم، يفترض مثلا شيرنج او اي شيء مثلا شيرنج اوكي، ما ادري صح شيرنج ولا لا. انتر تمام، راح يقول دخل الباسورد حقك. الان اضاف مستخدم اسمه شيرنج، المستخدم هذا مو لازم تضيف له باسورد على جهازك، او من باب الحمايه ممكن انك تضيف له باسورد، لكن اللي يهمك انك تكتب سودو اس ام بي باسورد تمام، عشان تحط له باسورد على سيرفر السامبا ناقص اي، لا تنسى ناقص اي شيرنج. انتر راح يقول دخل باسورد 1212 انتر. اوكي تمت اضافه المستخدم. الان ايش راح نسوي؟ راح ندخل هنا ثم راح نضيف مثلا مجلد ثاني نحط عليه مشاركه، مثلا لو دخلنا على عبد المجيب مثلا ديسكتوب اوكي، راح نجي ديسكتوب ونقول رايتبل اند فيزبل، بس راح نغير الاكسس. طبعا البرنامج لازم اسكره وافتحه عشان المستخدمين، اضافه مستخدم جديد سكر وافتح يا ابو شباب تمام. نروح للبريفرنسز سامبا اوكي، نضيف بعدين راح نحط وين راح الدوكيومنتس اوكي رايتبل فيزبل، لكن الاكسس راح نحطه على شيرنج فقط اوكي. ايش راح يصير هنا؟ راح لما تجي تدخل على شيرنج تدخل الباسورد، اذا كان مسموح لك تدخل هنا تدخل، غير مسموح انقلع. ولا تنسى انك تضيف صلاحيات معينه على على المستخدم على المجلد، لانه افتراضيا المجلد هذا ال اس ال دوكيومنت تمام، افتراضيا تصريحه اللي هي ار دبليو اكس ار دبليو يعني 777، لكن لو صارت تصريحه تختلف عن 777 تمام، راح يكون عندك اشكاليه انه المستخدم ما عنده تصريح، لذلك تاكد تضبط التصريح لا تنسى. نجي هنا نطلع فوق اوكي، حصلنا هذا الملف الدوكيومنتس دبل كليك عليه. لاحظ انه قال لك جيب الباسورد، من انت؟ تكتب شيرنج. طيب انا حطيت باسورد غلط، ضغط انتر راح يسحب عليك، لذلك تكتب شيرنج. طبعا تختار الورك جروب، ورك جروب افتراضيا، ثم تحط الباسورد اللي هو 1 2 اللي حطيناه احنا قبل شوي. ابب باسورد خطا شيرنج 1 2 اي مدير كبير شيرنج، ترى نسيت الباسورد يمكن 1 1. طب خلينا نعدل الباسورد شيرنج، نحط الباسورد 1 1 اوكي. طيب عشان نضبط الامور اكتب سودو سيرفيس سامبا عشان نتاكد، ريستارت يمكن في مشكله بالسامبا، نعيد تشغيل السامبا. اول رايت هذا هو الدوكيومنت، دبل كليك عليه، حط اسم المستخدم اللي احنا سويناه وباسورد 1 انتر. ليش ما دخل؟ اوكي نشيك الان على تصريح المجلدات وكل شيء. الان احنا سوينا للمجلد، وين راحت للبرنامج؟ اوكي هذا هو المجلد دوكيومنت، سوينا ريد رايت نسوي تعديل عليه فيزيبل اكسس اوكي الاو اكسس. طيب اوكي انا عرفت ايش المشكله، المشكله ان هذا المجلد عباره عن سيم لينك اوكي، زي ما انتم شايفين هذا هو السيم لينك، لكن خلونا نسوي ميك داير ثاني نسميه دوكس بالشكل هذا تمام، ثم انتر نضيف هذا الدوكس على المشاركه. نجي هنا دوكس اوكي، نحط نفس الحكايه اكسس شيرنج فقط اوكي، نقوم ونحدث هنا اوكي، هذا هو الدوكس دبل كليك عليه، ثم دخل الباسورد حقنا اللي هو شيرنج 1 انتر اوكي دخل. الان دخلوا مع تصاريح اللي هي الافتراضيه، طبعا الافتراضيه عندي اللي هي 775 على جهاز الافتراضي الديبيان، لذلك ممكن اسوي اللي انا ابي. لكن لو انه رفضك معناته عندك بيرميشن دينايد، راح اتاكد من اللي انا سويته. اللي انا سويته يا عزيزي هو اني اضفت مجلد الاس ال دوكس انتر تمام. ليش ما اعطانا التصريحه الاس ال دي او سي دوكس هي
دير خلنا نسوي LSL بالشكل هذا، نطلع له فوق 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 فوق. وين راح هو؟ وهكذا ملفاتي بعد. هذا هو التصريح عندي اللي هو ما في رايت، لاحظ انه ما في رايت. اوكي طيب كيف احط له رايت؟ اروح لما المجلد اسوي له تشينج مود 7، طبعا حط ناقص R علشان جميع المجلدات اللي داخل المجلد هذا تاخذ 777 دي او سي اكس او تايم. طيب نجي الحين نجرب ريتراي. اوكي ها ضبط. الحين اقدر اسوي اللي نبي، احط مجلدات ومطرس الى اخره. لاحظ التصاريح هي اهم شيء عندك بالدرس هذا، اضبط تصاريحك كل شيء يمشي معك صح. الدرس الجاي ان شاء الله تعالى راح نتكلم عن التصاريح بشكل مفصل ونشوف اشياء وادوات متقدمه، لكن انت بالشكل هذا جاهز للانطلاق خصوصا في سيرفر البيت او حتى بسيرفر شركه مؤسسه صغيره. يلا نشوفكم الدرس الجاي، مع السلامه. لايك شير سبسكرايب.